السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ معاكم وعد، وحشتوني جدا. فيديو سهل وبسيط ومش محتاج تكلفة، جربته والنتائج كانت مدهشة جدا بالنسبة ليا. هتجربوه ومش عايزة أي تعليق غير لما تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيها إيه. فضلا وليس أمرا حطوا لي لايك وتسمع الفيديو عشان نشوف معنا إيه ونبدأ ونقول بسم الله. عايزة زجاجة فاضية بدون غطا، وعايزة بيضة. الوصفة دي لإيه؟ الوصفة دي لتفتيح الأماكن الغامقة في أي جسم، وخصوصا المنطقة الحساسة وبين الفخذين. هتاخدي نتائج مش معقولة. شوقتينا يا وعد. طب يلا قولي لنا هتعملي ايه؟ نقول بسم الله. أول حاجة هنعملها نكسر البيضة. بس ده والله مش شدة الكسر، خليكم معايا. أول ما بدأت الوصفة يا حبايب قلبي فصلت الصفارة عن البياض، ومش محتاجة البياض، أنا محتاجة الصفارة فقط. هعمل ايه؟ عايزة ليمونة كبيرة، نعصر الليمونة اهو، حتى الصفاية طبعا علشان خاطر لو في بذر ولا اي حاجة تنزل في الصفاية. سريعة جدا الخطوة دي، خلي بالكم سريعة في عصر الليمون. بصوا تضغطي على الليمونة تنزل كل اللي فيها، والبذر بيفضل هنا اهو. تمام، بقلب كويس جدا. اللي بيتحسس من الليمون هو في ايه؟ عماله تطير. اللي بيتحسس من الليمون ما يعملش الوصفه دي، لان انا مش هقدر استغنى عن الليمون في الوصفه دي. تمام؟ طيب تاني حاجه افضي الوصفه في زجاجه، مش لازم الزجاجه الكبيره اللي انا مستخدماها دي، انا ما عنديش الا هي يعني عشان اوريكم بس. فضيت الوصفه بتاعتي كده، بسيبها يومين اتنين، يومين اتنين في مكان بارد بعيد عن متناول اي حد، بعيد خالص فوق اي حاجه كده، في مكان بارد بدرجه حراره الغرفه مثلا. وابدا استخدمها بعد يومين، هبدا بقى اشوف استخدمها ازاي. اي مكان مفيش غطا، مش عايزه اغطيها خالص، سيبوها كده في التهويه. تمام. طيب خلاص اليومين عدوا، هبدا استخدم الوصفه. بغسل البشره كويس جدا جدا، اول مكان منظف تسيحه، وبعد كده بعمل له مقشر عشان يزيل خلايا الجلد الميته لو مش معمول مقشر. بغسل بميه دافئه عشان تفضل المسام مفتوحه، وببتدي اخد من الوصفه بتاعتي بايدي كده على اي مكان مراد تفتيحه، واسيبها لمده نص ساعه ربع ساعه لو ما اتحملتش مده الوقت يعني. بعد كده بقوم اغسلها بميه ساقعه، وما انساش مكعب التلج، وانشف بفوطه قطنيه بالراحه كده، وبعد كده بحط المرطب. مش هتكلم كتير فيها، ولا هقول لكم بتعمل ايه، ولا هقول لكم فيها ايه، هي من الاخر سحر. شوفوا بنفسكم بعد ما تحطوها على المكان اللي فيه السواد، فيه مشاكل كتير، بيبقع فيه كل حاجه، شوفي انت هتحصلي على ايه بعد تجربتك للوصفه دي. بتتعمل لا طب انا عايزه اعمل كميه واحده مثلا وكفيني، ممكن تعملي 5 بيضات معاهم 3 ليمونات. تمام تمام كده، 5 بيضات 3 ليمونات، وتبداي تستخدمي فيها كل يوم. طب والريحه؟ مش هتلاقي ريحه، ما تلاقيش خالص، مش هتلاقي ريحه نهائي فيها. الليمون سحب كل الريحه اللي فيه، ونزلوا الاثنين فوائدهم المدهشه الفظيعه عشان يدوكي نتائج مرضيه باذن الله. طبعا بعد ما انت تغسلي البشره وكل حاجه بتحطي كريمك المرطب، الريحه بتروح خالص، حتى لو مش مأزته شويه من الريحه. جربوا وادعوا لي وقولي لي ايه رايك، او قولوا لي رايكم ايه. هستنى ارائكم ان شاء الله بعد اليومين من ابتداء الوصفه. يا رب النهارده اكون افدتكم، ما اكونش طولت عليكم، الوصفه سهله وبسيطه ومش مكلفه بالمره. حطوا لي لايك قبل ما تقفلوا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.